مؤشرات متزايدة على أن اليمن مقبل على حرب ربما تكون أكثر شراسة من أي حرب سابقة، نظراً لارتباطها هذه المرة بشكل وثيق بالتصعيد الإقليمي وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان. مؤخراً شهد اليمن ومحيطه نشاطاً عسكرياً مريباً يوحي بوجود استعداد لتحرك معين ربما تكون ساحته ساحل البلاد الغربي، وفيما يلي نرصد أبرز المؤشرات على ذلك. يوم أمس وصلت قاذفات أمريكية استراتيجية برفقة أسراب من الطائرات إلى القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي سحبت الولايات المتحدة أكبر أصولها العسكرية في المنطقة وهي حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، بهدف جعل أسطولها البحري أكثر مرونة وقدرة على المناورة. هذه الخطوة تزامنت مع تحركات دبلوماسية أمريكية لمحاولة إقناع أطراف داخلية في اليمن وأخرى إقليمية بضرورة اتخاذ موقف من تحركات الحوثيين الداعمة لغزة وربما تهيئتها للانخراط في عمل عسكري محتمل في اليمن. على الطرف الآخر تستعد جماعة الحوثي لأي عمل عسكري قد تتعرض له خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يتحدث فيه العديد من قادة الجماعة عن تحركات مدعومة أمريكياً لإعادة فتح ملف الحرب في اليمن، محذرة من انخراط أطراف إقليمية فيها. وفي إطار استعداداتها رفعت الجماعة جاهزيتها القتالية وأجرت مناورات متعددة تحاكي التصدي لهجمات افتراضية تتعرض لها من البر والبحر. مؤخراً صدر تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وتضمن معطيات وتفاصيل كثيرة عن جماعة الحوثي وتحركاتها وتوصيات للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مما يحدث في البحر الأحمر، ما دفع البعض لاعتبار التقرير بمثابة تبرير وضوء أخضر لأي تحرك عسكري مرتقب في اليمن. شهدت الأشهر الماضية تحركات مكثفة للحكومة اليمنية المعترف بها، شملت زيارات قام بها قادة عسكريون إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسلسلة لقاءات مع أطراف دولية ومطالبات مستمرة بضرورة دعم الحكومة للقيام بتأمين خطوط الملاحة. الموقف الروسي أيضاً بدأ أكثر نشاطاً فيما يتعلق بالملف اليمني، فبينما تجري موسكو مباحثات مع الحكومة الشرعية تتحدث تقارير غربية عن دور روسي في دعم جماعة الحوثي، ما يعني أن روسيا سيكون لها دور في أي تصعيد في المنطقة رداً على الدور الأمريكي في حرب أوكرانيا.